يبدو أن الرئيس سعد الحريري فضل العالم الافتراضي على الواقع، فأثر ممارسة السياسة عبر تويتر. هناك تواصل مع العالم وأطلق مواقف بالجملة. على مدى يومين تفرغ الرئيس سعد الحريري للوتوتة على تويتر، مطلقا سلسلة من المواقف ومتحدثا عن هواياته وأفلامه المفضلة، لا سيما منها باتمان وروبن. السؤال الأكبر الذي وجه للحريري هو عما إذا كان هو شخصيا أو أحد غيره يقوم بذلك، فأكد أنه هو شخصيا أكثر من مرة، إحداها للزميلة أوكتافيا نصر. الحريري اعتذر عن التأخر عن دفع رواتب الموظفين في مؤسساته واعدا بعدم تكرار ذلك، وتناول أمورا تنظيمية بتيار المستقبل، كما تلقى طلبا بالتوزير من إحدى المشاركات فأبدى إعجابه بطموحها. الشيخ سعد وعلى تويتر أكد أنه على تنسيق مع الرئيس السنيورة في الموقف من الحوار، إلا أنه دخل في حوار مع أنصار المقاومة الذين استفزوه أكثر من مرة وذكروه بما جرى في 7 أيار، فاستوعبهم ولم يوقف التحاور معهم، مؤكدا أنه لو كان في الحكم كان سيسلم المتهمين 4 إلى المحكمة الدولية دون أن يؤدي ذلك إلى نزاع في البلد، مشددا على ضرورة استمرار عمل المحكمة. لسوريا حصة الأسد في مواقف الحريري، فترحم على شهداء الثورة واعتبر أن الأسد ليس في أحسن أيامه، مبديا الموافقة على تحسين أوضاع مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، قائلا إن قلبه وروحه مع الشعب السوري وإنهم شجعان، مضيفا المزيد من الدماء تراق من أجل الحرية من قبل المضطهد بعد المبادرة العربية، قبل أن يختم مودعا واعدا بلقاء جديد. الحريري عبر بالإنجليزية وقد بدأ طلقا بها كتابة أكثر منها تحدثا، هو وعد بالتدرب على العربية، وإلى ذلك الحين سيكون التواصل معه حكرا لجماعة الإنترنت وخصوصا متتبعي تويتر ومتقني الإنجليزية منهم تحديدا. الرئيس نجيب ميقاتي أسبق على تويتر وأنشط غدا نظرة على صفحته.